السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من هدى للمتقين، ونواصل شرح آيات سورة آل عمران. هنبدأ النهاردة من الآية رقم 45 حتى الآية رقم 51 من سورة آل عمران. افتحوا المصاحف، نبدأ من بداية الآية رقم 45 زي ما تعودنا معاكم في كل حلقة. نقرأ مع بعض الآيات ونشوف كده الآيات دي إيه المعنى الإجمالي بتاعها، والكلمات اللي إحنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا من معناها. تعالوا نقرأ مع بعض، افتحوا المصاحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دي آيات بتتكلم عن قصة سيدنا عيسى عليه السلام. إذ قالت الملائكة، فاكرين كلمة الملائكة هنا جمع، المقصود مش كل الملائكة اللي قالت، مين اللي قال في الملائكة؟ سيدنا جبريل. ليه جت جمع؟
تعظيم لقدر ومكانة سيدنا جبريل عليه السلام. إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني العابدة، سميت بمريم لأنها عابدة مطيعة، وإحنا خدنا ذا في الحلقات السابقة. إن الله يبشرك، البشرة دايما بالحاجة الحلوة، ربنا يبشرنا ويبشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يبشر، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يا سلام، في ناس كده تحب تحمل تنقل الأخبار السارة، يعملوا كده جو من البهجة والسعادة والسرور كده بين الناس وبعضهم. على العكس تلاقي في حد ما ينقلش إلا الخبر السيء. يا أخي خليك حلو، خليك حلوة، يعني خليك كده رسول خير كده، وخليك رسول كده، الأخبار الوحشة ما تتعرفش مني، تتعرف من غيري، أنا لا، عودوا نفسكوا على ده. فالبشرة دايما بتبقى بالحاجة الحلوة، فبشروا دايما دايما كده، احملوا البشرة لغيركم كده عشان ربنا يعينكم كده ويكرمنا ويكرمكم. يبشرك بكلمة، كلمة، الله، يعني إيه؟ قال لك بكلمة المقصود بيها سيدنا عيسى. طب ليه قال بكلمة؟ لأنه سيدنا عيسى جاء بكلمة كن فيكون. قدرة الله سبحانه وتعالى ليس لها حد. شكرا يا أبو خليل، الله يسعدك، ربنا يرضى عنك، بحييك. بكلمة، كلمة يعني قدرة الله، كن فيكون. بكلمة منه اسمه المسيح، اسمه المسيح، اسمه المسيح. سيدنا عيسى عليه السلام سمي المسيح ليه؟ قال لك والله لأن قد يكون بسبب إن هو مسح بطيب لا يمسح به إلا الرسل والأنبياء. يعني أي رسول وأي نبي بيمسح بهذا الطيب وبهذا الدهن، فمسح عيسى عليه السلام بهذا الدهن وبهذا الطيب فسمي المسيح. قال لك ده معنى. معنى تاني قال لك المسيح لأنه يسيح في الأرض، يسيح من السياح، المشي في الأرض، يدعو الناس، كان يمشي هنا ويمشي هنا ويمشي هنا ويمشي هنا، يدعو الناس إلى عبادة الله. المسيح عيسى بن مريم، ونسب إلى أمه لأنه ما فيش أب، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طيب، وجيها يعني ذا جاه، من الوجاهة. وأي رسول وأي نبي تبص عليه كده، تنظر إليه كده، تعلوه الوجاهة والهيبة. وجيها في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنبوة، والآخرة لأنه بالشفاعة والدرجات العلى، رب شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب، هكمل معاكم المعاني بتاع الآيات عشان ما طولش على محمد. يا أخي محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمد. شيخ أحمد صبري، إزاي حضرتك؟ الله يسعدك يا أخي، الله يحفظك، وحشني كتير. تفضل. وحشني كتير يا شيخ أحمد. الله الحاج محمد، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. نعم والله، الحمد لله. اهلا بيك، اهلا بيك. اتفضل. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا غالي. اتفضل يا غالي. الله يخليك يا شيخ احمد. اتفضل. بس حضرتك طلعت الحاج من غيري، بس كنت ليه عتاب صغير عليك. لا يا حبيبي، ربنا يسعدك ويجمعنا بيك تاني على عرفه. يا رب يا رب يا رب، ان شاء الله. يا شيخ احمد، بالله عليك دعيت لي يا شيخ احمد؟ والله دعوت لك، ودعوت للمأمين، ودعوت الامين كمان، الله يشفيه ان شاء الله. ودعيت لدينا كمان. انا طلب حضرتك عشان تدعي لدينا، بالله عليك على الهواء يا شيخ احمد. يا رب يسر لها حلها ان شاء الله، ويعوضها خير ويكرمها ونفرح بها عما قريب ان شاء الله. ربنا يحفظك يا شيخ احمد، ان شاء الله. شرفتني، الله يحبك. الله وانا كمان بحبك في الله. والله حبيبي يا غالي، حبيبي. طلب منك بقى طلب. تفضل. امر. الله يحفظك. تحكي لنا يوم من ايام الحج اللي كنت فيها، بعيد عن يوم عرفه، بعد اذنك. يعني اذكر لكم اللي حصل يعني؟ بعد اذنك. حاضر. ممكن؟ حاضر، ممكن. امر. الله يحفظك ويخليك لينا يا رب. حاضر. تفضل. تفضل الحاج محمد. تفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. الاخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك عم الشيخ؟ اهلا بيك، اهلا بيك يا اخ عبد الله. يخليك الله يحفظك، تفضل. معايا فتح، بس كان عاوز يقرا اللي كان جاري قبل كده، اللي انت كنت بتقول له فتح عبد الله. اللي انا كنت بقول له ايه؟ اللي قال لك انت سالته قبل كده وقلت له هتطلع يا فتحي. دكتور، عايز يطلع دكتور. طيب يا دكتور فتحي. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله يا دكتور فتحي. كل ما هتتصل، كل ما هتتصل عليا هقول لك يا دكتور. عايزك تحفظ ال 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 اللفظ ده يا دكتور فتحي عشان تطلع دكتور. يلا اقرا يلا. والشمس وضحاها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما يطحاها، والأرض وما طحاها، والسماء والأرض وما طحاها. يا اهدى بس يا دكتور فتحي. فألهمها فجورها فتقواها وتقواها. صدق الله العظيم. شكرا يا غالي، شكرا 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 لي. عايز اقول بس نصيحة صغيرة كده لأولادنا الصغيرين، بصوا وانتوا جايين تقرأوا ما تستعجلوش، اتعلم الهدوء. يعني زي مثلا الدكتور فتحي ده، تقوم تقرأ تقولي والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. إيه فايدة القراءة بالهدوء؟ لو أنا غلطت هاخد بالي لو حد ردني، طب لو أنا قريت بسرعة هتلخبط. فنهدى كده شوية وإحنا بنقرأ علشان نقرأ صح ونتعلم طريقة القراءة الصحيحة. بالإضافة لحاجة، القراية بالراحة دي بتخليني أفهم قوي قوي وأستطعم طعم القراءة. إنما القراءة بسرعة دي بقى ده ما براجع بقى الورد ولا حاجة بقرأ بسرعة. معايا على التليفون يا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخنا؟ أهلا بيك يا أختي، أهلا بيك. من فضلك يا شيخنا أنا عندي مشكلة. تفضلي. ينفع تطلع على الهواء يعني؟ أنا عايزة رقم حضرتك الشخصي عشان أكلمك عليه. ماشي الأستاذ إبراهيم يديهولك. تفضلي، أشكرك. ماشي، شكرا لك، شكرا لك. إحنا محمد وأحمد من اسكندرية. يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ، عامل ايه، اخبارك؟ اهلا بيك يا اخي، اهلا بيك. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اولاد حضرتك انا عاوزين بس يسلموا على حضرتك كده ويسمعوا لك ان شاء الله. طيب هات يلا اول واحد مين؟ ان شاء الله الصغير احمد. احمد يلا يا احمد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا حبيبي، ازيك؟ الحمد لله. عندك كم سنة؟ داخل سنة. والله أنا كان نفسي أتكلم معاك وأسمع صوتك. طب نحاول تاني، نحاول تاني يا أحمد، نتصل تاني. الخط فصل، نحاول تاني كمان مرة، نحاول كمان مرة، ولما تيجي هسمعك أنت ومحمد أخوك في القراءة إن شاء الله. يبقى عرفنا وجيها ذا وجاهة في الدنيا بالرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بها، وفي الآخرة يعني بالشفاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديها له بالدرجات العلى اللي سيدنا عيسى هياخدها. ومن المقربين، المقربين من الله سبحانه وتعالى، يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب المقربين عند ربنا. يكلم الناس في المهد. يعني ايه في المهد؟ المهد يعني إيه؟ يعني مقر الصبي حين الرضاع، لأنه لما استنى مريم جت بسيدنا عيسى قالوا لها إيه ده؟ من إيه؟ وعايز أفكركم بحاجة، حمل ستنا مريم كان حمل طبيعي، قعدت 9 شهور، ما يردد بين الحين والآخر إن ده كان حملها معرفش كم ساعة، وكل ده كلام باطل لا أصل له في دين الله.
حمل ستنا مريم كان حمل طبيعي، حمل الست الطبيعية بالحمل الطبيعي. فلما جت بسيدنا عيسى قال له منين ده؟ جبتيه منين؟ فما عندهاش كلام، هتقول ايه؟ فأشارت إليه، شورت على سيدنا عيسى. فتكلم سيدنا عيسى ماشي وكلم الناس، فقال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ما هي لا خالص، هو حمل رباني، لكن في وقت الحمل لما ظهر الحمل، لما ظهر بطنها، لما ستنا مريم بطنها بدأ يظهر فيه الحمل، فقالت أنا هعمل إيه دلوقتي؟ فربنا أمرها أن هي تروح مكان بعيد تقعد فيه لحد ما تتم أشهر الحمل ماشي، وبعدين يجيها المخاض فتضع. لو إحنا قلنا بقى، لو إحنا مشينا مع إنه حملها ده ما كانش حمل طبيعي، يبقى ده فيه انحراف عن بشرية ووضع سيدنا عيسى عليه السلام، فجرى على ستنا مريم ما يجري على باقي النساء، بشر بشر. الإعجاز هنا مش في مدة الحمل، الإعجاز هنا في إنه جاء من غير أب، اللي هي بكلمة كن فيكون. ويكلم الناس في المهد حين الرضاع يعني، وكهلا، الكهل الرجل التام السوي الكبير، وهو من بلغ الأربعين فأكثر. معانا على التليفون أخونا ناصر، يا ناصر الحق. ناصر السلام عليكم. أهلا بيك حق ناصر. أي نعم. ألف مبروك يا سيدي الشيخ على رجوعك من الحج. الله يكتبها لك يا حق ناصر ونكون صحبة إن شاء الله. والله يا الله العظيم نتمنيها يا حج، بس في مشكلة عايز أساعدك فيها وتديني العقاد النافع بينها. تفضل يا غالي، تفضل يا حبيبي، تفضل. دلوقتي أنا معاي ثلاث عيال بنتين وواد، وقاعدينهم 35 سنة، قاعدينهم 35 سنة. مالهم؟ ما فيش واحد عييت فيهم وجاب لي برشاله بشيلي. وهم عايشين، هم عايشين معاك؟ لا مش عايشين معي، امي مطلقه دي لها 35 سنه، ولو عييت ولو قصت الدنيا كلها ولا اي حاجه ما فيش واحد جدل ازيك يا ابوي حد. يعني انت طلقت امهم من 35 سنه؟ من 35 سنه، ومن ساعتها الوقت هم اتجوزوا معاهم عيال تتجوز. وهم ظروفهم حلوة كويسة؟ كنا اشتغل اللي في مصر واللي هنا، والبنت متجوزة وكل معهم عيال. لكن هم مش بيكلموك؟ لا يكلمون ولا يسألون ولا نعين نرد يجون ولا حصلت مشكلة يجون ولا أي شيء خالص. أنت ليك زوجة تانية؟ أنا واخد جيش بعد ما طلقت أمي وخدت واحدة معاي اللي هي أم الأولاد دلوقتي، معاي منها بنات وأولاد. الله يبارك لك، حاضر. وبعدين ثواني يا فضيلة الشيخ لو سمحت، معلش. نعم. وبعدين اللي هي الست اللي هي معاي حاليا دي شغالة معاي كأنها راجل بالضبط، أكتر من راجل. يعني اللي عملته عملته أنا وهي. ما حدش عمل حاجة غير هي مسكت معاي عبارة عن راجل وأكتر شوية كمان. حاضر. فأفيدني وأنا عايز أروح الحج السنة الجاية، أفيدني بالضبط إيه؟ يعني حالي حاجة عندي أو أي شيء. عايز تروح الحج السنة الجاية وإيه؟ عايز أروح الحج السنة الجاية، وأنا خايف لربما مثلا حال هم ليهم عندي حاجة، هم جابوليش حتى ما أقول لك برشالة بشيلة. عندك أرض؟ أيوة عندي أرض بسيطة كده. ماشي، اسمع الإجابة إن شاء الله. أحييك، شكرا يا حاج ناصر، شكرا ليك. أخونا صابر. أيوه. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا، عامل ايه؟ الحمد لله يا أخي.
معايا بنت عايزه تسمع بس شويه بس. حاضر تفضل. اسمها ايه؟ ندى. ندى صار. يا ندى تفضلي. يا ندى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا عسوله. تفضلي يا بابا. عايزه اسمع الملك. اقري يلا اللي انت عايزاه اقري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر. ما شاء الله ممتاز جميل يا ندى. جميل جميل. طب شكرا كده كده ما شاء الله عليك خلاص كده. طب اسمعيني. طيب يا ندى انت عندك كم سنة يا بابا؟ انا عندي 11. جميل. انت في المدرسة ولا في المعهد؟ انت في سنه كام؟ في المدرسه. في سنه كام؟ في سنه اخش 5. ما شاء الله ربنا يكرمك. شكرا شكرا يا ندى. شكرا يا بنتي. شكرا شكرا. الله يسعدك يا بنتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا اخ حسن السلام عليكم. وعليكم. ازيك يا حبيبي يا شيخ احمد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله انا بحبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه وانا كمان والله. النبي تدعي لنا يا شيخ احنا وعيالنا يا شيخ. يا رب اللهم يسعدنا جميعا ويسترنا واياكم يا رب يا رب يا رب يا شيخ احمد يا حبيبي. حبيبي يا شيخ حسن تفضل يا حبيبي. الله يبارك لك يا رب. فلوس البنك يا شيخ امبارح انا كنت بجادل في واحد بيقول لي فلوس البنك حرام. بفلوس البنك؟ اه. طيب حاضر. ربنا يكرمك يا شيخ يا رب. ماشي اشكرك يا شيخ حسن. شكرا يا عمي. شكرا يا حبيبي. تفضل يا حسن. تعالوا نرجع بس للآيات. ويكلموا الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. ماشي. كلمة قضى يعني أراد هنا كلمة قضى في قول الله عز وجل. طيب عشان أحمد ومحمد اللي هيقرأوا الصغيرين مين اللي معايا بقى دلوقتي؟ أنا والدهم إن شاء الله. اديني بقى حد فيهم يلا على طول. أحمد يلا. أحمد طبعا. أحمد يلا يا أحمد. أيوه. قول يا أحمد إزيك؟ الحمد لله. عايز تقرأ إيه؟ سورة المجادلة. اقرأ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والذين يظاهرون من الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. بس الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. خلي بالك من دي. محمد يا محمد. محمد يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقرأ يا محمد من أي حتة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة.
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قل لي يا محمد محمد نعم مين بيحفظك؟ ماما. ماما بتحفظك؟ آه. اللهم بارك، اللهم زيد وبارك، اللهم ما شاء الله، ما شاء الله. شكرا يا محمد، أنا بحييك أنت وأحمد، قراءة طيبة جدا، قراءة جميلة، قراءة رائعة جدا، بتتعلم المخارج بشكل صحيح. الله يبارك في والدتك وفي والدك ويبارك في آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا اللي بيحفظوا أولادهم، لأنه هو ده الهدى، هي دي النماذج الطيبة المباركة. يا رب ما شاء الله ما أنزل البركة والخير يا رب والستر والصحة والعافية يا رب لهذه الأسر اللي بتهتم بأولادها وبتحفظ أولادها القرآن، لأن ده شرفنا يوم القيامة. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. يا أخ مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أهلا بيك يا غالي، أهلا بيك. الله يبنحبك في الله ومستذكرين بالخير يعني. الله يكرمك ويبارك لك ويكتب لنا ولكم الخير إن شاء الله. يا معلم إن شاء الله. إن شاء الله. معايا إسراء عايزة تحفظ القرآن كده، بنتي 5 سنين عايزة تتكلم. خليها تقرأ يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك استني بس استني 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 اسمك اسمك ايه استني اسمك ايه بقى؟ اسراء. اسراء ايوه. عندك كم سنة؟ 5 سنين. ما شاء الله. طب ممكن تقرأي السورة دي كمان مرة؟ ده سورة تانية. اقرأيها تاني يلا. تبت يدا. ماشي يلا اقرأي سورة المسد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وما رزقه لهب وما سحب يجزي أحد مما سد. شكرا 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 يا جميل، شكرا يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك. الأسبوع اللي جاي تحفظي حاجة تانية عشان تسمعيها. يا إسراء، إسراء دي حد تاني بقى. إسراء سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز الشيخ عايزة تقرأي يا إسراء، أنت أول واحدة قرأتي صح يا إسراء؟ قولي بقى، أنت اللي فتحت على نفسنا، فتحت علينا الفتحة دي. قولي بقى يا إسراء. أقرأ من سورة الحديد. يلا اقرأ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أشكرك العظيم. أشكرك يا إسراء يا صاحبة الخير، لان انت اذكر انا حاجه زي كده ان انت من اول الناس اللي قرأوا وخليتي بعد كده بقى ايه الاطفال يقرأوا واحده ورا الثانيه، وانا مبسوط جدا 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 ومش همل ابدا ان انا اسمع اطفالنا وهم بيقرأوا، لانه
داء دل فإنما يدل على إن في خير في البراعم الصغيرة، الأطفال الصغيرين دول. اللهم زيد وبارك يا رب، وربنا يكرمك ويبارك فيك. وهرجع تاني بسرعة قبل ما أخد أي اتصال تاني عشان أخلص بس معاني بعض الآيات. إحنا قلنا إيه؟ فهمنا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. طيب الآية اللي بعدها، الآية فيها كلمة مش عايزة إيه نوضحها، اللي هي قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى. قضى هنا بمعنى أراد، إذا قضى يعني إذا أراد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة. الكتاب، الكتاب المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. والحكمة هي التصرف بشكل صحيح وبشكل سليم ووضع الشيء في مكانه. الكتابة والحكمة والتوراة، التوراة، التوراة، توراة سيدنا موسى، والإنجيل، إنجيل سيدنا عيسى، متعلم الكتب، الكتاب، الكتب السابقة عليه أيضا تعلمها. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم، أصور لكم. كان ربنا مدي لسيدنا عيسى هذه القدرة، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني على صورة الطير، على شكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمة. الأكمة من هو الأكمة؟ هو الذي ولد لا يرى، ولد من غير ما يرى، ولد أعمى أصلا. والأبرص، وأبرئ الأكمة والأبرص، الأبرص البرص اللي هو المرض اللي بيصيب الجلد، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، إن في ذلك الآيات لكم إن كنتم مؤمنين. إلى آخر بقى الإيه الآيتين اللي باقيين، ما فيش بقى فيهم إيه أي كلام ممكن ما يحتاجش إيضاح. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن قصة سيدنا عيسى وكيف أنه خلق عليه السلام بمعجزة عظيمة، وهذا ليس على الله بعزيز وليس على الله بعظيم، لأنه ده ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فربنا بيضرب هذا النموذج. أخونا الحاج محمد، الله يبارك فيك الحاج محمد أمين، ربنا يجمعنا بيك تاني وبأم أمين في عرفة إن شاء الله. ذكريات الحج طبعا لا تنتهي، كل لحظة أنت بتظل محفورة في, 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 في عقلك وفي قلبك، لأنه الرحلة الوحيدة، الرحلة الوحيدة اللي الواحد بيجد فيها مشقة، لكن كل سنة بيتمنى. يعني مثلا الناس بتحب تسافر ترتاح، لكن الرحلة الوحيدة اللي الناس بيسافروا فيها هم مجهدين جدا. بصوا عشان أبقى صريح معاكم، الحج إجهاد، جهاد، جهاد ومشقة بالغة. أنا برجع من الحج ربنا أعلم بحالي، والواحد بيبقى فعلا في الحج بيبقى فيه ضغوط عليه، وبيبقى صحيا، لأنه مهما كان فيه رفاهية في الحج فهو إجهاد بالغ، إجهاد بالغ بالغ بالغ، ومع ذلك الناس بيروحوا هم مبسوطين. من الذكريات اللي أنا مش هنساها أبدا، الجو كويس جدا بعد يوم العيد، الجو كويس حلو قوي تاني يوم العيد، ورايحين منى علشان نقعد في منى من الظهر لما نبيت الليلة دي عشان نرمي آخر رمية، فبنروح بقى نقعد في خيامنا في منى، وإحنا في الطريق الجو ما فيهوش مشكلة خالص. فجأة في لحظة تغير الجو، وإذا بالسماء تمطر مطر ما تخيلت إن أنا ممكن أصادفه في حياتي. يعني كأنك كده كنت في المصيف ونازل بهدومك البحر لساعات، تخيل بقى ده. فالواحد كده كان بيتعجب إن الدنيا من حر شديد جدا لبرد في لحظة، في نفس اللحظة. فالواحد شاف فيها آيات لله سبحانه وتعالى، وكان افتكرت موقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه لما السماء تمطر ولا حاجة كان بيتغير، كان بيخاف. فستنا عائشة بتقول له ليه ده خير جاي، مطر خير. فسيدنا النبي يقول لها فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فكان يخاف سيدنا النبي من هذا الأمر ويخشى الله. فربنا يرزقنا وإياكم الخوف منه والخشية والتقوى، وربنا يرزقنا وإياكم الحج إن شاء الله.
حاضر هشرح الحته دي، هشرح الحته دي. لا يا حبيبي الحته دي كده محتاجه توضيح. الاستاذ ابراهيم طبعا بيكلمني بيسالني سؤال هشرحه بالتفصيل. بص يا ابو خليل، القاعده الاساسيه ان من ضوابط توزيع الميراث تحقق موت المورث وتحقق حياه الوارث. يعني الاب عنده خمس عيال، عشان الخمس عيال دهم يورثوا لازم ابوهم يموت في حياته. طيب لو الخمس عيال فيهم واحد مات، لو الخمس عيال فيهم واحد مات في حياه ابوه، اللي مات ده اصلا ملوش ميراث، يبقى خلاص سقط ميراثه. طب هنا بقى هنلجا ليه بقى؟ هنلجا ان نعتبر الجد ده عمل وصيه اسمها الوصيه الواجبه لعيال ابنه اللي مات، لو كان ابنه ده له اولاد، لكن لو الابن ده ملوش اولاد خلاص ملوش حاجه، خلاص انتهت المساله كانه مش موجود. لكن لو له اولاد بنعتبر ان الجد ده عمل وصيه اسمها الوصيه الواجبه. طب الوصيه اصلا لا تزيد عن تلت التركه. طيب بنيجي هنا بنقول تعالوا بقى يا اولاد يا بنتي او يا بنات او يا بنات واولاد اللي ابوهم مات في حياه ابوه في حياه جدكم، يعني انتوا هتاخدوا حاجه من اتنين عشان تفهم الحته دي يا ابو خليل اهي. يا هتاخدوا نصيب ابوكوا يا هتاخدوا تلت التركه. امتى تاخدوا تلت التركه؟ لو الاب ده نصيبه اكتر من تلت التركه ما ياخدش النصيب كله، ياخد اقل النصيبين. فاقل النصيبين النصيب بتاعه ولا تلت التركه؟ لو النصيب بتاعه خمسه اولاد ذكور واربعه صبيان يبقى نصيبه هو الاقل، يبقى ياخدوا نصيب ابوهم الفعلي. طب لو هو الراجل ده مات وما عندوش الا ولدين، الراجل ده مات وما عندوش الا ولدين، واحد في الولدين مات في حياه ابوه، اصبح الراجل ده له ابن واحد وعنده عيال ابنه اللي مات، فهل عيال الابن اللي مات ياخدوا النص ولا ياخدوا التلت؟ لا ياخدوا التلت لانه هو الاقل، لان هم هنا خدوا نصيب اسمه نصيب الوصيه الواجبه، والوصيه الواجبه لا تكون الا في حدود تلت التركه. فهمت الحته دي يا ابو خليل؟ فبنيجي نقول له يا بتاخد التلت يا بتاخد نصيبك، بتاخد اقل النصيبين، اقل النصيبين. المشرع المحكمة، بص يا ابراهيم المحكمة بتعتبر ان الجد ده حتى لو ما عملش وصية بتعتبر ان هو في وصية واجبة عشان ما تحرمش عيال الراجل اللي مات ده، عشان تراعي العيال دي. فالقاضي في المحكمة بيعتبر، وده في مذهب سيدنا الأحناف وده اللي عليه الفتوى عندنا، ان القاضي بيعتبر ان في وصية واجبة فبيدي لأولاد الراجل اللي مات، بس بيدي له اقل النصيبين. لا زي ما قلت لك اقل نصيب ممكن يكونوا ولدين بس، فهل هياخدوا 50% من التركة؟ لا. فالبنت اللي هتاخد النص دي يا ابو خليل هتاخد النص من نصيب ابيها، يعني تلت التركة. لو هي هتاخد التلت مثلا، لو هو نصيبه 50% وهو مات في حياة ابوه فمش هياخد ال 50، هياخد التلت لانه هو عياله اللي هياخدوا التلت. هي هتاخد نص التلت بقى لو نصيبها ان هي بتاخد 50% ماشي، او حسب موقعها في الميراث، حسب اللي معاها، معاها أولاد ذكور، معاهاش، معاها أم، معاهاش كده، الحاجات دي بنشوف الحاجات دي إيه وبنشوف موقعها إيه بالظبط، بتاخد النصيب بتاعها من نصيب أبيها. يعني أخونا الحاج ناصر، كارثة مصيبة. بصوا الحتة دي كارثة، إن الأب بعد ما يطلق الزوجة العيال راحوا مع أمهم، أمهم صرفت عليهم وتعبت عليهم، شربتهم كراهية الراجل اللي طلقها. حرام عليك يا بنت الناس، حرام عليك، اتقي الله. وانتوا يا اولاد، انتوا يا اولاد القاعده الشرعيه، ودي كانت سبب خلاف كبير جدا لحد اللحظه اللي انا قاعد مع حضراتكم فيها بيني وبين احد الدعاه الكبار جدا، لان انا فتواي في الحته دي ان الاخلاق لا تعامل بالمثل، يعني انا ولا تستوي الحسنات ولا السيئه، ادفع بالتي احسن. الاب ده حتى لو ما انفقش على اولاده والعيال كبروا وفهموا الصح من الغلط، اوصلوا ابوكوا يا ابني، لأن ربنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. ده الأشد إيه؟ إن هو ينفق ولا إن هو يأمر العيال دي بالشرك؟ الأشد إنه يأمر العيال بالشرك. ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. هو الشيخ بقى الداعية ده قال إيه؟
قال انه دي حقوق وواجبات، هو ما عملش اللي عليه فما يطالبش باللي له. ما ينفع في الاخلاق، ما ينفعش نبنيها على دي، ما ينفعش نبنيها على ما عملتش اللي عليا ما اطلبش اللي لي. اه في المعاملات بيني وبينك، لكن بين الاب وابنه، الاب ما عملش اللي عليه مجرم، الاب لو ما عملش اللي عليه مجرم وربنا هيعاقبه وهيحاسبه. بس انت يا ابني هتبقى انت كمان مجرم، يبقى انتوا الاثنين في الاجرام سوا، هوا ومع بعض، ما زي بعض كده. لا، ولا تستوي الحسنات ولا السيئه، دي ما بتساويش دي يا ابني. في باب الاخلاق ادفع بالتي هي احسن. ابوك يا ابني ما انفقش عليك، خاف من ده، انا بعتبر اعتبار باطل ان الاب ده ما انفقش وانه ما خلاش باله من العيال، وانتوا كبرتوا ربنا من عليكم وامكم جزاها الله خيرا، لكن يا ابني اوصلوا ابوكم، يا ابني اوصلوا ابوكم. طيب الاب ده بعد 35 سنه ما حدش لا بيكلمه لا في عيد ولا في معزي ولا مهني ولا اي حاجه خالص، ده حلال حرام قطيعه. طب ما هو ابونا كان قطعنا واحنا صغيرين عم شيخ، كنا احق الناس بانه يوصلنا ويصرف علينا وينفق علينا. خليه ما عملش، خليه ما عملش اللي عليه، انت اللي هتحاسبه ولا ربنا اللي هيعاقب؟ ربنا اللي هيحاسب. طب لو انت دلوقتي كبرت وربنا من عليك وعودك اشتد وقويت، توصله ولا ما توصلوش؟ لا توصله، وتتقي الله فيه. هو لم يتقي الله فيك، اتقي الله انت فيه، وما تعاملهوش بنفس معاملته. حرام عليكم في قطيعتكم لأبيكم، حتى لو أبوك ده ما كانش بيوصلكم، لا يجوز بأي حال من الأحوال. طيب الحل إيه في الحتة دي؟ تنتهي بكلمة واحدة بس، صلة الأولاد لأبيهم، صلة الأولاد لأبيهم. طيب الأب ده في ميراث بقى، في بعد عمر طويل، الله يبارك في عمرك إن شاء الله يا عم الحاج ناصر، في حتة أرض صغيرة باسمك، ومراتك اللي معاك هي اللي تعبت وعملت بس الأرض باسمك، هل يجوز حرمان الأولاد دول من الميراث؟ لا لا، طالما أن الأرض دي باسمك لا يجوز حرمانهم من الميراث بعد عمر طويل. يا عم الشيخ ما هم شفتوا بقى، شفتوا اللي أنا بتكلم فيه؟ ما هم ما جونيش، ما هو أنا هروح أقول لهم ما جاتوش ليه يا ابني لابوك؟ يقول ما أصلا ما جناش هو كمان هو بقى، فانت ما رحت لهمش، وبعدين هم ما جولكش، وبعدين تحرمهم من شفتوا ابليس، شفتوا المسلسل، شفتوا مسلسل الدمار. فقال اهل العلم لا يجوز ان يعامل الولد العاق بعقوقه فيحرم من الميراث، لا يجوز هذا، لا يجوز. فلو في حاجه باسمك لا يجوز حرمانهم من الميراث، علشان الكارثه هتبقى 5 كوارث 6 كوارث 10 كوارث، ولا يجوز وحرام ولا يجوز باي حال من الاحوال. يا اخونا طه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ اهلا بيك يا اخي، اهلا بيك. وعليكم السلام، كل سنه وانت طيب يا مولانا، وحضرتك بكامل الصحه والسعاده، اهلا بيك. والله انا عندي سؤالين كده يا مولانا. اتفضل يا اخي. اول سؤال يا مولانا، اخويا طبعا كان متعارك نزاع هو ومرات اخوه، اللي هو حضرتك ولا حد تاني؟ لا زوجتك ولا زوجة تانية؟ لا اخويا نزاع مع مرات اخوه. وطي التلفزيون ده خالص، واسمعني من السماعة بتاع التلفزيون، وطي التلفزيون خالص خالص، ما تلتفتش للتلفزيون بقى، خليك معايا انا بقى في السماعة. ماشي يا مولانا. اتخانق مع زوجة اخوك تاني؟ فطبعا حلف عليه قال رب محمد ما نواكل معاك الصبق. ماشي. وجه السؤال، جه كان معاه في الطبق فعليه وزر. حاضر. والسؤال الثاني يا مولانا معلش، ما فايدة صلاة الفجر؟ حاضر. وفايدة صلاة الضحى؟ حاضر. وانا نفسي امشي على ورد يا مولانا كده، اذكر ربنا فيه ودايما على طول كده، يعني امشي بورد على طول كده، يعني متعود انني مع ورا كل صلاه اقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم 100 مره. ماشي حلو. فانا شوفني كده، انا عاوز ورد امشي عليه مع كل، على طول طول ما انا عايش كده. حاضر افعله ان شاء الله. وربنا يقويك يا مولانا. شكرا. ويخليك لنا. شكرا يا حاج طه، شكرا، اشكرك، اشكرك يا اخي. يا أم مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ازي؟ اهلا بيك يا أم مصطفى. ربنا يكبر بخاطرك يا رب، يسعدك. لما بتكبر بخاطر ولادنا ويخليهم يقرأوا قرآن كده. الله يبارك فيك يا أم مصطفى، تفضلي. بارك الله فيك. بليغ عايز يقرأ بس. على راسي، تفضل. بليغ ربنا يخليك يا رب. يا دكتور بليغ، اظن عليكم.
أظنك قلت أنك عايز تطلع دكتور إن شاء الله. صح مش صح؟ مش أنت قلت لي الحلقة اللي الحصة الحلقة اللي فات كده؟ قل اقرأ ما شئت يا أيها الرجل الطيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شكرا شكرا يا بليغ، شكرا شكرك، أنا أحييك أحييك أنت أزهري ما شاء الله، بس أنا عايزك تقرأ أكثر. ونصيحتي لك يا بليغ اسمع اسمع اسمع، خد قارئ واستمع إليه باستمرار، وليكن مثلا الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، أنا أحب جدا الشيخ المنشاوي جدا، أعيش معاه كده وأسمعه. ولما أحب بقى أتكيف وأقرأ وأصلح لنفسي بعض الأخطاء أسمع سيدنا الشيخ الحصري الله يرحمه، أسمع كده. طيب الشيخ عبد الباسط كأن عايش في الجنة، والله كأني أعيش في الجنة. طيب الشيخ محمد رفعت، يا سلام يا سلام مش سلام، الشيخ محمد رفعت ومدرسة الشيخ أبو العينين شعيشع كده، أحس إن أنا طاير طاير طاير، والله. الشيخ أحمد محمد عامر الله يرحم، دول عبا يا الله، وكلهم كلهم 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 كلهم، أقول إيه بس أقول اسم مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين، اللهم ارحمهم يا رب واجعل القرآن نورا لهم في الدنيا والآخرة. هاخد آخر اتصال بقى عشان الوقت بتاع الحلقة، آخر اتصال معنا مين يا أستاذ إبراهيم؟ رغدة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا شيخ. اتفضلي، الله يجبر بخاطرك، أهلا بك. بقول لحضرتك يا شيخ بعد إذنك، وأنا كنت بسأل سؤال واحدة معرفة. نعم. هي الست ديت عندها 50 سنة وزوجها لسه متوفي من 100 أسبوع، فهي ما معهاش أطفال، يعني ما معهاش أولاد، ربنا ما أكرمهمش بأولاد، فهي طبعا حكم الشرع أن هي ما تنزلش من البيت لمدة 4 شهور و10 أيام، وهي ما فيش يعني ما فيش أولاد معنا في البيت. هات السؤال، هات السؤال يا رغدة. لو نزلت من بيتهم وراحت قعدت عند أختها مقيمة عندها ما بتنزلش من البيت عندها، هل ده حرام ولا مش حرام؟ شكرا، اسمع الإجابة حييك. السؤال بعد كده بتاع البنك يا أخ حسن، ما احنا قلنا قبل كده ناخد برأي دار الإفتاء في المصرية، دار الإفتاء المصرية في الموضوع يا بني، ودار الإفتاء المصرية أباحت التعامل مع البنوك، خد برأي دار الإفتاء في هذه المسألة. أخونا طه أخوك اتخانق مع زوجة أخوه، قال ورب محمد صلى الله عليه وسلم من واكل معاك في إناء، وبعدين أكل. هنا هو عمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف على يمين ورأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يبقى أخوك ده يلزم أنه هو يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام عشان الكفارة بتاع اليمين اللي هو حلفه. وأي حد يحلف على أي حاجة وهيعمل، طالما أن الحاجة دي يعني حرام أنك تعملها، فحلفت أن أنت ما أنتش عامل، ولا دي لازم تعملها مرات زوجة أخوك وهتقعدوا في مكان واحد، فمع أنه لازم يكون فيه حدود، مش معناها بقى أن أنا أروح بقى لمرات أخويا وهو مش في البيت، الحم والموت، خلي بالكم الحتة دي. لكن أنتوا قعدتوا كمجموعة كلكم مع بعض فأكلتوا من إناء واحد، فتكفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. فإذا صلاة الفجر نور، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هو في كنف الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله. صلاة الضحى ثواب عن كل جسمك، بتاخد 360 حسنة يوميا يجزئه ركعتين الضحى. عايز تاخد ورد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، قولها زي ما انت عايز في النهار وفي الليل، قول اللفظ زي ما انت عايز. يا رغدة، الست اللي توفي زوجها دي يا رب يكون عندها 100 سنة، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها،
سواء في عيال أو ما فيش عيال، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا للضرورة القهرية، وكونها أنها تطلع من بيت زوجها تروح عند أختها دي مش ضرورة، فيجب عليها أن تعود لأن تبيت في فراش زوجها في بيت زوجها مدة 4 شهور و10 أيام. حلقة النهاردة انتهت، أشوفكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.